سيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا المساء. يسعدني أن أرحب بسيادة المطران كريستوفرس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في الأردن. أهلا وسهلا بكم سيدي. أهلا فيك دكتور. وأيضا نقول كل عام وأنتم بخير الأخوة المسيحيين في الأردن وفي العالم وفي أي منطقة يكون بها بمناسبة عيد الفصح والأعياد المجيدة. سيدي الكريم، نتحدث اليوم سيادة المطران كريستوفرس عطلة عن الأعياد المسيحية وبالذات عيد الفصح، وهذا عيد يعتبر في ظرف استثنائياتي. ما هي أولا يعني رسالتكم للأمة العربية المسيحية والمسلمة معا في مثل هذه الأعياد؟ في البداية بدي أنتهز هذه الفرصة إنه عايد على جلالة سيدنا الملك وعايد على رئيس دولة رئيس الحكومة اللي اليوم اتصل فيه كمان مكالمة، وعايد دكتور عمر دكتور نعم حقيقة، وكل الحكومة وكل أبناء الوطن بعيد الفصح المجيد، وأحكي لهم المسيح قام حقا قام. اليوم بتعرفوا هو يوم مميز في العالم المسيحي، إنه أكبر عيد عندنا اللي هو عيد الفصح المجيد، عيد قيامة الرب والمخلص يسوع المسيح من بين الأموات. وهذا العيد له خصوصيته الخاصة في بلادنا المقدسة، لأنه كنيسة القدس اللي هي كنيسة القيامة اللي فيها القبر الخلاصي، وهون منشوف كمان علاقة هذه كنيسة القيامة والقدس مع الوصاية الهاشمية. وأجت هاي الظروف اللي نحن فيها، الظروف الاستثنائية اللي منمر فيها، إنه تكون الاحتفالات تقتصر على الصلاة فقط في الكنيسة من قبل الكاهن ومرتل، وباقي أبنائنا يتابعونا من خلال البث اللي كنا نحن نبثه من المطرانية على البيوت المسيحيين في الوطن، وحتى في الخارج كانوا يتابعونا. يعني كان إشي جميل من عنا من الأردن إنه كتير أبنائنا الأردنيين والفلسطينيين وحتى من دول تانية تبعتنا ضمن المساحة اللي كانت موجودة في التواصل الاجتماعي. وحقيقة هذا هو كان المكان التعزي. يعني أنا بقدر أحكي إنه بهذا الظرف الاستثنائي فعلنا مفهوم كنيسة البيت. نحن بالنسبة مسيحيا وهذا يعني مهم. جزء أصلا العزلة جزء من الإيمان كما بالطبع. وبفكر نحن أي ظرف منمر فيه مهما كانت صعوبته نحن لازم نحوله لأنه يكون يعني يكون عندنا ديناميكية في تحويل الأزمات والظروف إنها تكون لصالحنا، إنه ما تخليها هي تسيطر علينا سلبيا ولكن نحن نحولها لفايدة لإلنا. وهون بفكر هاي كانت رسالتنا لأبنائنا اللي الحمد لله تفاعلوا معنا، التزموا بعدم مجيئهم للكنائس إنهم يبقوا ويفعلوا كنيسة البيت، يصير صلاتهم من البيت، نحن ننقلهم الصلاة وهيك يكونوا معنا في وجداننا من خلال الصلاة. وفعلنا المفهوم اللي كان في الكنيسة الأولى اللي هي كنيسة البيت أو دير البيت، وهذا إشي جميل لأنه كمان بفتكر الدكتور نحن مرقنا في فترات اللي كتير ابتعدنا عن بعضنا البعض، هذا حقيقة. صحيح. وكنا يمكن بحاجة ربما للاقتراب بحاجة انه نقترب من بعضنا البعض وحتى نقترب من نفسنا. يعني اهتمامات الحياة اكلتنا خلتنا كتير انها نكون ابعاد عن حتى عن مصادقة نفسنا، ان نجلس مع نفسنا ونتحاور نحن نشوف وين نحن. فبفتكر هذا هو اكبر مصالحة، ان تتم مصالحة الانسان مع ذاته. وبفتكر عنا فرصة بهاي الفترة إنه نعمل مصالحتنا مع ذاتنا مع القريب وبالتالي مع الله. طبعا حضرتك أتيت من القدس أمس كان. نعم المزبوط، كان في عندي النور المقدس على الجسر أخذته، ربنا يبارك الشباب كلهم ساعدوا على أساس إنه أوصل الحدود ونأخذ النور المقدس اللي أجا من كنيسة القيامة، ووزعناه في كل مدن المملكة وقرى المملكة. حقيقة هذا كان له بتعرف لأنه هي أعجوبة بتصير من في القدس، عجوبة النور المقدس. يعني إنه نحكي عنها شوي هذه إذا سمحت. ولا يهمك دكتور شوي. بتعرف هاي عادة قديمة في الكنيسة أو عجوبة بالأخص اللي بطريقة عجائبية بفيد النور من قبر المسيح في القدس في كنيسة القيامة. بدخل البترك بيسوي صلاة معينة في القبر المقدس وفجأة بالشمع اللي بيكون معه والأنديل اللي بيكون موجود بدو بطريقة عجائبية، وحتى هذا النور في لأول دقيقة
حتى ما بحرق. يعني كثيرين بيمسكوا بحطوا على دقنه ثلاثة، تصور 33 شمعة بحطها هيك على دقنه وعلى شيء ولا بحرق، ما في صيغة. أنا حتى مبارح كنت أحكي للحوالى يشافوني، كان في شمعات مرات يكون 5-6 شمعات أطفيهم بإيدي وما كنت أحترق من مرة، أطفي هدول ما كنت أشعر إنه حم. يعني فهي أعجوبة اللي إلنا موجود في بلادنا. وتعرف العالم دكتور بعثوا طيارات خاصة أخذوها لكل دول، روسيا أخذتها بعد طيارة خاصة من الرئيس الروسي، أخذها وأخذ النور على روسيا. كل البلاد الأرثوذكسية المسيحية أخذوا النور المقدس وصل، وعنا الحمد لله نحن بلادنا. طبعا هذا هي يعني جزء من تاريخ المنطقة العريقة المستمر. نعم. ومن أديانها. نعم. الحديث سيدي عن اليوم الأعياد، فلسفة الأعياد عم تتغير، يعني فلسفة العبادات عم تتغير زي ما تفضلت سيادة المطران. يعني اليوم حتى خطبة الجمعة صارت في البيت، الناس بيشوفوا الخطبة، الخطيب في مسجد الملك حسين رحمه الله مع ثلاثة من رجال الدين والعلماء المسلمين، ثم الناس كلها في البيت بتشوف الخطبة. واليوم هذا ربما أيضا الكنائس تذهب نفس المذهب. وأنا بدي أسألك إلى أي مدى يمكن الاستثمار في الدين لإقناع الناس في الإجراءات وفي ضرورة حفظ النفس والسلامة والاستجابة لما تقرر الحكومة؟ دكتور بفتكر هون لازم يكون في عنا نظرة جوهرية للإيمان والدين، وما تكون نظرة سطحية. كتير مرات نحن بناخذ بعض أمور بقشورها وما بنهتم بالجوهر. في البداية لازم نكون واضحين إنه الله موجود في كل مكان، وفي بيتك موجود، وفي كل مكان الله موجود بالقرب منك إذا أنت بدك إياه، والله ساكن في قلبك. فبالتالي الله ساكن في قلب الإنسان النقي. فهون وهون بيكون مسؤولية الإنسان الأولى اللي هي إظهار توبة حقيقية أمر الله إنه يكون قلبه نقي حتى يسكن الله فيه. فبالتالي الله مسكنه هو قلب الإنسان، وهذا بنسميه في الكتاب المقدس المخدع، مخدع الإنسان اللي هو قلبه، أعمق نقطة في القلب. وهون بالتالي دكتور بفتكر هون بيكون علاقتنا مع جوهر الإيمان، إنه كيف نحن من نترجم طقوسنا الدينية لحياة بدون ما نفقدها. لأنه نحن هلأ بنمر في ظرف استثنائي، مش معناته نحن من نغلق الكنائس ولا نحن بندعي هيك. بالتالي ونفس الإشي للجوامع زي ما حكى جلال سيدنا، نحن بنمر في فترة استثنائية. مع هاي الفترة بهمنا الإنسان إنه نحمي أبنائنا حتى ما يصير التناقل عدوى، لأنه منشوف قديش جهود الدولة اللي عمالها تبذل. وهون حقيقة يعني لازم نقر، وأنا باسم كل الكنائس كمجلس رؤساء الكنائس بحب أقدم باسم صاحب الغبطة أقدم شكري لجلالة سيدنا الملك، لأنه بأعماله بواكب الصغير والكبير عن كثب، هو وسمو ولي العهد، لرئيس الحكومة، للوزارات كلها، لأنه بعرف العبء عظيم على الدولة، وبالأخص وزارة الصحة، الأطباء. يعني حقيقة نحن في العيد صلاتنا كلها كانت للأطباء. صحيح. والممرضين كبير، والممرضين ودافع عن صحة الناس، هم بالصفوف الأولى ويواجه العدوى. صحيح. نعم، هم بالصف الأول بهاي المعركة. فنحن أقل شيء منقدمه له أشياء تنين، من جهة صلاتنا حتى ربنا يحميهم، ومن جهة تانية إنه التزامنا حتى نحن ما نساهم في انتشار الوباء والمرض في مجتمعنا، لأنه نحن ما بنتحمل أعباء زيادة على كاهل ولا دولتنا ولا مواطننا، وبهمنا الإنسان قبل كل شيء. فمن من 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 مكانة الإنسان في داخل الإيمان والدين والمحافظة على هذا الإنسان، لأنه الإنسان هو صورة الله، فهون بيجي علينا الدور إنه كيف بدنا ندبر الأمور، مش معناته زي ما حكينا بدنا نغلق الكنائس، ولكن في تدبير، والتدبير هو ضمن هذا الظرف الاستثنائي أن نبقى في هاي المراحل في بيوتنا، وإنه صلاتنا تكون من البيت. كنائسنا نعم فيها الكاهن بيسوي فيها القداس، بيسوي فيها الصلاة مع مرتل يكفي، الباقي في البيت حتى نخلص من هاي الأزمة. وكل ما التزمنا رح نسرع في انتهاء هاي الأزمة، وبالتالي رح نعود لكنائسنا ولو جوامعنا ببعونة. وربما ربنا. هذا أبونا يعني يتقاطع أيضا ويتفق مع المفهوم الإسلامي ومع كل الأديان والفلسفات الأخلاقية أيضا. صحيح. يعني الإنسان كما قلت في المسيحية هو صورة الله، الإنسان أيضا في الإسلام خلق في أحسن تقويم، في أبهى صورة خلقه الله عز وجل. صحيح. وجعل الإسلام حفظ النفس من الغايات الكبرى، يعني عدم أن لا يلقى الإنسان نفسه إلى التهلكة، وأن يحفظ النفس، ومن قتل نفس كمن قتل الناس أجمعين، ومن أحيا نفس كمن أحيا الناس أجمعين. أنا نأخذ الحديث إلى أن فلسفة الأديان جميعها
تطلب من الإنسان أن يحفظ نفسه، وأنه إذا عنده أذى يبعده، وإذا عنده مرض يبتعد عن الناس. صحيح. صحيح. وكثير ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا السيد المسيح، ربما أنا لست عميقا في هذا الجانب، لكن أعتقد أن الإنسان إذا كان فيه بلاء أو مرض عليه أن يبتعد من واجب الإيمان نفسه. معلوم. وهذا هو الواجب الروحي اللي بطلب منه الإيمانه، إنه هو ما ينقل العدوى أو ما يساهم في انتشار العدوى. يعني هذا واجب روحي قبل ما يكون أخلاقي، هو واجب روحي. هاي المسؤولية اللي الإنسان اللي هو كصورة الله مسؤول، إنه كيف بده يحمي قريبه من الأذى وكيف بده يحمي نفسه من الأذى. هاي مسؤولية كتير مهمة، وهي في جوهر الإيمان وروحانية الإيمان. وهون كل متعب مقلة، لأنه لما منشوف مثلا نحن هلأ في عيد الفصح، لما منتكلم عن مفهوم المحبة، نعم، المحبة إيش هي؟ كيف أنا بدي أحبك إذا أنا ما بهمني صحتك، ما بهمني إنك أنت تكون معافى، إنك تكون أنت صحيح. صحيح. هي جزء من المحبة. المحبة هي جزء من الخير كمان. نعم نعم نعم، لأنه المحبة هي تشمل كل إشي. فنحن لما بنتكلم عن المحبة وعن مصالحة الإنسان مع نفسه ومع قريبه ومع الله ضمن روح هاي المحبة، هذا هو الواجب اللي بتطلب علينا، وكمان تجاه مجتمعنا، يعني تجاه البلد. وهي هي المواطنة. يعني الإيمان بيخليك تكون مواطن صحيح، الإيمان هو اللي بيخليك إنك تكون تحب الوطن. وبعدين يعني هذا مرض لا يفرق بين مسلم ولا مسيحي ولا دكتور، ولا طفل ولا شيخ ولا نعم. ذكر ولا امرأة. نعم. يعني نعم. هذه مسألة مهمة لها علاقة في كيف نوظف الإرشاد الديني، سواء كان الإسلامي ولا المسيحي، أو حتى اليوم كل الفلسفات الأخلاقية تتجه إلى رجال الدين لتعظيم فكرة الحماية نعم. المجتمعية. نعم. بفكر دكتور في علينا زي ما تفضلت، ما في الوباء ما بيميز بين أحد وآخر، وبنفس الوقت في علينا مسؤولية كلنا، يعني إما كنا كرجال دين أو كمؤسسات أو كمدارس أو تربية وتعليم أو الأسرة في البيت. أنا بفكر حان الوقت إنه نغير كتير، يعني خلينا نحن نكون إيجابيين ونحاول إنه من هذا الظرف الاستثنائي اللي بيمر فيه بسلبياته علينا، ولكن نحاول نحن إنه نتعلم ونعالج أخطاء اللي كانت موجودة في الماضي في 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 تربيتنا. مظبوط. وهذه فرصة مواتية. نعم. ربما للتدخل بهذه الصيغة. تمام. نقيمها صحيح. ونعالجها، ولما يخلص هذا الوباء ما نرجع نعود إلها. صحيح. يعني لازم أبونا نستأذنك إنه الآن بدنا نذهب لرفع أذان المغرب. نعم. والأخوة المشاهدين. نعم. ابقوا نعم. معنا أعزائي المشاهدين في حوارنا مع سيادة مطران خريستوفرس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، بعد فاصل رفع أذان المغرب. نعم. جديد، ورحب بكم أعزائي المشاهدين في حوارنا مع سيادة المطران خريستوفورس عطلة، مطران الروم الأرثوذكس في الأردن. سيادة المطران، كنا نتحدث قبل الفاصل قبل رفع الأذان المغرب حول موضوع يعني العامل، كيف يمكن أن تساعدنا مثل هذه الظروف للتخلص من ظروف من عادات سلبية من سلوكيات في المجتمع. صحيح دكتور، بفكر هاي فرصة كتير يعني لازم نستثمرها صح، لأنه في عنا كتير أمور. وحتى هلأ ما زالت، يعني أنا كتير تأثرت لما سمعت يعني قديش عانت الدولة والشباب الله يعطيهم ألف عافية، قديش تكاثفوا حتى يوصلوا الخبز للبيوت. صحيح. هل يعقل يعني علينا أنه نخاف الله الخبز أنه يكون ينزت في الزبالة؟ والله مناظر كانت أنا سوي. بفكر هاي خطايا. صحيح. هاي خطايا رح نحملها، رح يحملها جيلنا. وكمان يعني لما بنشوف حتى لا ولا يقرها الدين. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اكرموا الخبز، في حديث نبوي شريف. نعمه هاي نعمه تمام، نعمه ربنا اللي هلا عمال يعني نحن
الحمد لله اللي نحن في البلد لسه عنا مخزون اللي نقدر الحمد لله كل إشي عنا، بس لا سمح الله ما بنعرف شو بيصير. مش لازم يكون في عنا حتى نحن نحافظ على نعمة ربنا حتى هاي النعمة تدوم وما ترفع عنها، لأنه رح إذا ارتفعت عنا شو بده يصير؟ نفس الإشي قديش الأكل اللي كان ينكب من بيوتنا اللي كان سوء استخدام للطعام أو في المناسبات لما تكون إما في الأفراح أو الأطراح لما كان يكون، قديش كانت في كتير عادات كانت سلبية اللي كان يكب أكل بكميات كبيرة وما زال مزبوط وما زال وما زال يكب. هذا الإشي حرام، هذا لازم نراجع أنفسنا أمام هذا. زمان الشيخ مولانا كان سيادة المطران لما واحد بيشوف خبزة يرفعها ويبوسها ويحطها على صخر، يبوسها ويحطها على جبينه، يحطها عليه على حجر على صور على صفا، وبعد كان يحطوها يفتفتوها مع مي عشان يجي العصفور الطير يجي يأكلها. نعم نحن نكبها في حاوية بعد ما نكون صرفنا جهد حتى نوصلها. الناس اللي أصابهم الهلع مرات للشراء واليوم بتشوف اكتظاظ ودنيا وعالم وهي يعني أنا بفكر في كتير عادات اللي عمالها بتكون ستغير هذه الجائحة. أنا بفكر لازم أنه نراجع أنفسنا، وأنا هون هاي دعاء للكل وهذا طلب وهذا اللي حكيته أنه نحن لازم نجلس مع أنفسنا كيف كل واحد يشوف كيف أسرته ماشية، شو الأشياء اللي فيها أغلاط، كيف حتى تعاملنا مع بعضنا البعض، حتى في تصرفات في أمور في عادات كتير كانت تدار منا بطريقة مش سليمة، وهون علينا أنه نرجعها حتى نقدر أنه نبتعد عنها دي من هاي الظروف، لأنه الظروف العالم رح يمر في انهيارات اقتصادية صحيح، ورح ندخل في مرحلة ما بعد كورونا لأمور كتير أصعب، وهون بفكر علينا أن نتقي الله أنه ونبلش نعمل بنازع روحي، نشوف الأمور مش بس نشوفها ببعد مادي إنها موجودة ولكن نتعامل معها ببعد روحي، وهون هاي مسؤولية أمام الله حتى تديم هاي النعمة علينا بكل الجوانب. قديش في مسؤولية أيضا على النفس أيضا وعلى الإنسان أنه كمان يحافظ على ما يطلقه من كلام، ما ينشرش الإشاعة، ما يروع الناس. يعني بتلاقي مرات واحد بكتب مقالة ولا بكتب بوست على الفيسبوك أنه البلد مفلسة ولا ما في خبز بالسوق، ما في رز بعد شهر. قديش بنقدر إحنا كمان نتوخى الدقة، وما هو المطلوب أيضا تجاه هذا الناس؟ وأنا هون بفكر لازم نقيم كل منظومة كيف نحن بنستخدم الوسائل الحديثة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. لأنه في عنا سوء استخدام كبير إلها صحيح. عمالها شخصيات تم اغتيالها من قبل عماله بتسيء سوء للإساءة للوطن، إساءة لنفسية الناس للمواطنين، لأنه عماله نحن أصبحنا في خطر أنه أصبحت المعلومة الخاطئة والمشوهة أن تنقل كحقيقة للإنسان. وهون أنا بفكر يعني دعوة إلنا أنه نحن مش لازم نقبل أي معلومة تجينا من أي مصدر ونحن نأخذها كحقيقة، يعني لازم نحن نتحقق من أنه أين الحقيقة وكيف نأخذ الحقيقة، لأنه نحن أنا بفكر نحن في نحن ذاهبين لوضع واللي نحن فيه وسهل جدا، أمريكا قاعدة بتجذ تمام ودكتور أنا بفكر في إشي كتير عماله بيكون خطير، أنه عمالهم بيعودوا الإنسان المعاصر انه ياخذ الحقائق من خلال التواصل الاجتماعي بطريقه بسيطه وسهله بدون ان يبحث عليها وبدون ما يكون في عنده استهلاك سريع تمام، يكون مستهلك مش هو اللي يبحث عنها يتعب صحيح. بدهم كل شيء على البارد المستريح ناخذه، وهي ثقافه مرفوضه لازم نحن نرفضها نحن بالاخص في الشرق. حضارتنا هاي بتقوض اركان الدول والمجتمعات، نحن حضارتنا الشرقيه دائما هي كانت مبنيه من عرق جبينك تاكل خبزك، نحن هلا عمالنا بندخل في مفهوم حضاري لا لا لا, لا استهلاكي، فقط بدنا نستهلك بدون ما ننتج. يعني انا كمان هلا في يمكن لازم نتساءل كلنا مع بعض ليش ما يزرعوا الناس، ليش ما يطبخوا، ليش ما يخبزوا تمام، يعني يكون عندنا في الحديقه كيف نقدر حتى الحدائق اللي عندنا في بيوتنا كيف نقدر انه نستغلها، كيف نزرع بصلاتنا الخيار البندورة صحيح. احتياجات البيت انه الانسان يزرعها يعمل عمله بنفسه، ولكن نحن تعودنا ان نكون استهلاكيين، وانا بفكر هاي كانت سياسات كثير كبيره في العالم كانت بدها توصل الانسان لأنه يوصل لهيك مراحل حتى تقدر أنه أكثر تسيطر عليه،
وهي السيطرة هي نحن لازم نكون منتبهين عليها، لأنه أنا بفكر إلها كمان أبعاد كتير خطيرة، روحية، ثقافية وحضارية، اجتماعية، سلوكية وقومية، وبتخص مجتمعاتنا. صحيح. طيب سيدي، أنت قدمت من القدس أمس عن الإجراءات، أتحدث اللي ربما شاهدته هناك واللي بتشاهده هون، المقارنات أيضا عن الشعائر المرتبطة أيضا بالحج المسيحي، شو وضعها، كيف سيتم التعامل معها، هل في تعطيل إلها؟ نعم بالطبع دكتور، نحن في تعطيل كامل، يعني نحن كمان حتى كبطريركية، نحن البطريركية في القدس أعلنت أنه كمان، لأنه في عنا كمان واقع، لأنه هلأ كل المطارات مسكرة، فبالتالي هلأ في كل الحج اللي كان نحن بالأخص كان عنا فترة الحج، كانت هلأ هي صحيح. طول 40 يوم اللي كان عنا صيام للفصح العيد، كل الناس كانت من كل أنحاء العالم تكون في القدس طبعا. فنحن هلأ طلبنا من الكل أنه ما يأتي، أنه الكل يبقى في بلاده، حتى ما يكون من خلال البعد الديني أو من خلال زيارتهم للأماكن المقدسة يتم نقل العدوى أو انتشارها أو إساءة لصورة الله. فبالتالي هون طلبنا أنه بقائهم في بيوتهم كمان هي زيارة للأماكن المقدسة، لأنه المكان المقدس والله هو في قلبك، أنت موجود. نعم رح يجي وقت بتروح، ولكن في ضمن الظروف الاستثنائية أنت موجود، وهذا غطيناك نسيا، وطلبنا من كل حجاجنا من كل البلاد، بلاد العالم كلها، في التزام في هذا. الحمد لله كان في التزام، وعشان هيك إذا شفنا مبارح، نعم يمكن كان مشهد مؤثر، يعني مبارح نحن كنيسة القيامة كانت مزبوط. تكون كلها معبية، وساحاتها شوارع القدس كلها كانت كلها فاضية مبارح. ليش؟ لأنه نحن في ظرف استثنائي، نحزن نتألم من جوا، ولكن هذا لازم يصير، لازم نكون عقلانيين مش عاطفيين، وهون وهي مسؤوليتنا. تمام. ايضا زيارات للمغطس ما في بهذا الوقت؟ نعم هلا، لانه كل الـ يعني معطله المطارات ومعطله، نعم كل شيء حركة نعم الناس. نعم كل الظرف اللي نحن فيه هو ظرف استثنائي، وعشان هيك نحن، وانا بفكر دائما الدين هو يسر، يعني دائما بيقدر يوصل للانسان في المكان اللي هو موجود فيه، يعني نفس المكان المقدس بوسع. يعني انا امبارح حكيت في الوعظه في عيد الفصح او في الجمعه العظيمه، حكيته لابنائنا كلها المسيحيين، حكيت لهم قبر القدس، قبر المسيح في القدس، ولكن في كل كنيسة على المائدة المقدسة أصبح قبر للمسيح عندنا في الأردن. صح. والقدس انتقلت لهيكل كل كنيسة عندنا في الأردن، والقبر الخلاصي من القدس انتقل لكل مائدة مقدسة في كل كنيسة من كنائسنا. هذا هو الدين وهذا هو إيماننا، لازم نحن نفعل هذا الإيمان اللي هو نعم هو مرتبط في أماكننا المقدسة اللي كنا من جيلها، ولكن في نفس الوقت في عندنا أمور اللي لازم نحن نكون نتعاون فيها مع بعضنا البعض حتى نقدر نحمي الإنسان اللي هو زي ما تفضل جلالة سيدنا وزي ما ربنا أمر قبل كل شيء أغلى ما نملك، هو أهم شيء، لأنه هو صورة الله، وبالتالي هذا جزء من التكريم الإنساني. نعم. للإنسانية. نعم. نفسها لفكرة. نعم. العيش المشترك وحفظ النفس. وجانب المهم سيادة المطران، موضوع العمل النفسي اليوم نتحدث عن موضوعات لها علاقة بالرعب الاجتماعي، بممارسة الترويع، ممارسة التنمر، ممارسة الكثير من القضايا الخاصة حتى المصاب. الإنسان مصاب بمرض كورونا هو مريض في النهاية، احنا بدنا ندعي له للشفاء. نعم. ما بدنا نمارس عليه نوع من الوعظ ونرشد، خلاص بكفي يعني نتركه هو في مرضه وفي في في مصيبته. مش لازم يكون منبوذ كمان. صحيح. يعني مش يكون عدم مقبول اجتماعيا، هو مرض والنبذ. صحيح. تمام. هو مريض طبيعي، وزي ما تفضلت نحن بنصلي له وربنا رح يشفيه، والحمد لله بنشوف قديش عندنا حالات شفاء في الأردن. بفكر هون دكتور، شكرا لك لإثارة هذا الموضوع، لأنه بغاية الأهمية، لأنه هاي هي رابطة النفس البشرية بروحانيتها مع البعد النفسي، لأنه في كتير قرب ما بين البعد النفسي والبعد الروحي، وبفكر هدول البعدين كتير مهمين، لازم نحن بهاي. وعلى كل حال على فكرة نحن لازم نعيد كمان نظرتنا الشمولية لهذا الكتير، لأنه في كتيرين من أبنائنا ومن أبناء الوطن أصبحوا في نوع من دمج خاطئ لبين المفهوم الروحي والنفسي، وكتير مرات كان يتداخل ببعضهم البعض، إما بعلاقتهم بعد الدين أو تعالجهم لكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية أو ومنها موضوع الخوف. يعني هلأ القلق، الكل قلق، في خوف على أولاده اللي برا، في خوف من إنه شو رح يصير فيه، في خوف من الموت، في خوف من المرض، يعني في كتير قضايا
عمالها. اسمح لي نتوقف فوق نذهب لفاصل. نعم سيادة المطوال. نعم فاصل نعم قصير أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. كل منا قد يمرض في يوم ما، المرض ابتلاء، كيف العلاج والشفاء؟ وإذا مرض حكاية نسرد وقائعها ونحيي ذاكرتها ونؤكد على كل قصة الأردن منذ أقدم العصور وحتى الآن. من جديد ارحب بكم اعزائي المشاهدين في حوارنا مع سياده المطران خريستوفروس عطله مره اخرى. سيدي، اليوم احنا في ظل كورونا يتحدث الجميع انها غيرت في المجتمع لكنها اوجدت حاله يلتغي فيها الفوارق الاجتماعيه، تلتغي، الكل يصف على الدور، الكل بروح مشي الا اللي معه تصريح لغايات خاصه في مهنته، لكن ترى الناس يمشون في الشوارع، يقفون على ابواب المحلات. الان امام اعداد جديده، وايضا اريد ان اسال ما هو إمكانية استثمار مثل هذه الجائحة لتعزيز التكافل والتواصل الاجتماعي الحميمي، وأيضا السؤال عن الجار والسؤال عن الفقير والسؤال عن الغني أيضا بنفس الوقت والسؤال عن كبير السن. دكتور، هاي هي من الأمور اللي لازم نحن نفعلها بهذا الظرف، وهي إلها كمان بعد روحي إيماني اللي نقدر إنه بإنه نحاول نلغي من داخلنا هذه الفروقات اللي كانت موجودة في مجتمعنا، اللي كتير مرات كانت تحاول إنها تصنف كل واحد وكأنه تابع لجهة معينة، ويصير هاي الفئات تتنازع اجتماعيا مع بعضها البعض. حان الوقت إنه الكل يشعر نفسه إنه هو واحد، لأنه نحن كلنا واحد. صحيح. وهذا الإشي اللي لازم نتوحد فيه مع بعضنا البعض حتى نطلع من هاي الأزمة ونحن أقوى
أقوى اجتماعيا، أقوى أسريا، يعني العائلة والمجتمع لازم يتقوى، نفعل كثير أمور منها. ومنها من المواضيع اللي تفضلت فيها مثلا في موضوع كثير مهم اللي لازم نحن نشوفه، أنه ما يكون في خوف عند أبنائنا، أنه أي شيء الحمد لله دولتنا بلدنا فيها كل شيء، كل شيء متوفر، مش لازم يكون في عندنا هذا الخوف أنه كلنا نروح على المحلات التجارية أو نفكر أنه نحن بحصولنا لكم من هاي المواد الغذائية أو المادية حتى أنه نحن منكون في أمان. نحن الأمان ليس بأنه قديش عندك رز وقديش عندك سكر وقديش عندك خبز، الأمان هو في قلبك وعلاقتك مع الله. الله هو بعطيك الأمان، اللي الله بعطيك الأمان أنه هو حميك. هاي الحماية الإلهية اللي بتخدها أنت مع ربنا هي اللي بتشعرك في أمان، وهي بتبعد عنك الخوف والمخاوف من كل إشي، وهون بتثق إنه الله هو حميك. وهون بيجي دورك واجبك أنت كفرد أمام المجموعة، أمام الشيوخ، أمام كبار السن، أمام جارك، إنك تطرق بابك عليه وتسأله شو وضعك. أنا هون بنتهز هاي الفرصة كمان أشكر كل أبناء الوطن اللي حقيقة عمالهم بقدم، خاصة الشباب، الأطباء، الجندي الواقف عند الدوار وعند الإشارة، جيشنا نظم الدور لك حتى تفوت. تمام، يعني كل أعماله بيكون، كل واحد عماله بيلعب دور، يعني اللي عنده فلوس عماله بيقدم وعماله بيعمل خير للناس، عماله الجهات الأمنية، الجيش، يعني كل واحد عماله بيقوم بدوره في هاي المرحلة. اللي نحن علينا إنه نبني منظومة اللي نقدر نحمي هاي المرحلة ونبني عليها للمستقبل. وهون بفكر دورنا بيكون كتير مهم، انه كيف نحن نقدر انه نسأل عن الكبير في السن. كتير مرات نحن من واجبنا انه مش بس نتفقده، نشوف في امور بنقدر نحن نلبي له اياها، وهي منظومة عماله هلا بنعملها كمان نحن ككنائس مع الشبيبات ومع اللجنات، مجتمع الشبيب المسيحي، وأيضا حتى المراكز في الجمعيات الإسلامية في غيرها. نعم، كلنا المنطق الديني بحت، سواء كان إسلامي مسيحي، كلنا عمالنا، لأن الدين يقول لك يعني من بات وجاره يعني جائع، يعني هذا لا يجوز. نعم. يعني هذا منطق لا ليس في المسيحية وليس في الإسلام. لكن أيضا بدي أسأل سيادة المطران في الأثر الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، ما بعرف هو حديث لكن غير متأكد من صحته، اخشوشنوا ما استطعتم فإن النعم لا تدوم. وهنا الحديث عن أن الإنسان يوطن نفسه على الحياة، وأنه ممكن يجيك يوم عندك ويمكن يوم ما يكون في عندك، يمكن يكون في عند جارك أكثر، يمكن يكون يوم أنت عندك أكثر. كيف نوطن النفس على أن هذه الجوائح يمكن أن نستفيد منها في أن نتذكر نعم الله علينا عز وجل؟ نعم. وهون ببلش عنا، لازم يكون في عنا زي ما حكينا قبل قليل في البداية، مخافة الله اللي تخلينا نشعر بأنه الله هو حمينا. وهون بتبوع عنا مسؤولية كيف بدنا نحافظ على النعمة اللي موجودة عنا، وهي النعمة نحن مدبرين لإلها مش هي إلنا. يعني هذا كتير مهم أنه نحن نتذكره، أنه النعمة اللي عندي هي مش إلي ولا أنا مستحق لإلها، ولكن الله أنعمها علي، يعني هي هبة من الله لإلي، أنا غير المستحق، أنا غير مستحق لإلها، فهي أنعمها إلي، فبالتالي أنا لازم أدبرها حسن تدبير وأعطيها للكل، يعني الكل يستفيد منها، مش أنا بأنانيتي أستفيد منها، ولكن أنا بحبي للقريب إنه القريب كمان يستفيد منها. وهون بيكون مسؤوليتنا كمان حتى نديم هاي النعمة وما تروح بهاي الطريقة، إنه كل واحد يشعر روحيا إنه الإشي اللي بملكه هو مش ملكه. كان وهذا الإيمان يعني حتى في الإسلام، مثل المؤمنين، قال المؤمنين، نعم، لم يقل المسلمين ولا المسيحي، نعم، مثل نعم المؤمنين في توادهم وتراحم كمثل الجسد الواحد. صحيح صحيح يعني دكتور. هذا يعني نحن نتحدث عن مجتمع فيه التقاليد وفيه النزعة الطيبة الحمد لله، وفيها المروءة في هذا المجتمع، وبتشوف الشباب اللي بيشتغلوا، وبتشوف الطرود اللي بتطلع من الجمعيات. وإحنا هنا بدنا نوجه الشكر لكثير من المؤسسات الأردنية اللي بتقدم طرود، وأيضا رجال الأعمال واللي تبرعوا للبلد واللي قدموا من، ودكتور حتى من مبادرات، حتى في مبادرات شخصية من أفراد ما كنا عمرنا نستنى، عمالهم بيقدموا كل إشي بيقدروا عليه
بيتكاثفوا مع بعض بينظموا وهذا هو الخير الموجود عندنا نحن، وهي هو جزء من ثقافتنا. وهؤلاء الناس اللي بتبرعوا سيادة المطران، يعني أنا لما موظف بتبرع، لما رجل أعمال بتبرع، لما بنك بتبرع، لما صاحب شركة إسكان بتبرع، لما بودي شاحنة خضرة، كل هؤلاء لخدمة المجتمع. بدي منك رسالة للي ما بتبرعوا للبلد، واللي سكروا تلفوناتهم لما نحكى معهم وما ردوا، لا تبرعوا لا لهمة وطن ولا لصحة، مع إن لحم كتافهم من خير هذا البلد ومؤسساتهم وشركاتهم من خير هذا البلد. أنا بفكر هدول يعني رسالتنا روحية لإلهم إنهم ينتبهوا، لأنه الإشي اللي عندهم مش باقي ورح يشوفوا نحن زمننا نحن فيه، وهذا رح تتذكروني، رح يقلب التحت رح يصير فوق والفوق تحت، رح تختلف المعايير كلها. نحن في زمن رح تتغير فيه كتير، رح يصير عنا انهيارات كبيرة. صحيح. فبالتالي عليهم إنهم يقنوا باليقين إنه الإشي اللي عنده هو المدبر لإله، مش هاد إله، هو المدبر. إذا كان مدبر أمين ربنا رح يديم هاي البركة اللي عنده، إذا ما كان مدبر أمين رب رح يسحب هاي الأمانة من عنده ورح يعطيها لفرد تاني بطريقة الله يعلمها فقط، ولكن رح نشهد انهيارات كبيرة. وعلى كل واحد فينا نراجع أنفسنا بهذا الموضوع، اللي عنا يكون للقريب، وهي هي المحبة اللي نحن، وهي جزء على فكرة دكتور هي من ثقافتنا وحضارتنا المشرقية الإسلامية. صحيح. والمسيحية، يعني نحن أصحاب هاي الحضارة مسلمين ومسيحيين. صحيح. لأنه مأخوذة من إيماننا ومن روحانية ديننا اللي هي أعطتنا جزء من حضارتنا، هي إن كيف نحن نكون متكاثفين مع بعضنا البعض في الشدائد وفي الضيقات. نتمنى من هؤلاء الذين كما قلنا نمت خيراتهم ونمت أموالهم من خير هذا البلد، نعم، أن يعودوا إلى رشدهم وإلى وطنيتهم، وأن نعم، وأن يحيوا ضميرهم أن هذا الوطن باق، والذين يراهنوا على أن الوطن مفلس وأن الوطن لا شيء فيه، لا، هذه الأرض فيها الخير الكثير دكتور، وهذه من أكناف بيت المقدس. سوري لبقطعك، ولكن بلدنا الأردن، نعم، هو جزء من الأماكن المقدسة. صحيح. بلادنا بلاد مقدسة. نعم. فمعناته الله حميها. صحيح. الله حميها، وهي من حتى نحن لم نحظى بالرعاية الهاشمية. أنا دائما بحكي جلالة سيدنا مش صدفة هو هون في الأماكن المقدسة، الله واضعه هون، وهو جزء من هاي من هاي من هاي الرسالة. هذه من الأجناد الروحية المباركة، جند الأردن. نعم. من الأجناد المباركة. نعم. نعم. وكما قال الشاعر، هذه الأرض يعني مباركة جدا، وقعت على الأردني منه بلية، نضت بها هام الرفاق تلولا. هذه القصيدة الشهيرة لأبو الطيب المتنبي عندما تحدث وقالها، وأيضا نتذكر شاعرنا الكبير حبيب الزودي عندما قال عمان يا حنة على حنة يا فوح الخزامة. هذه الأرض وهذه الدار الأردنية ستبقى صامدة، والذين أداروا ظهرهم للوطن سنعرف متى سنلتقي بهم، عندما يكون الحساب الوطني ويعرف الأردنيون من هم رجال هذا الوطن، من هم كباره الذين تبرعوا وجادوا بخيرهم. أولئك آباؤنا وأولئك أخواننا، وجهود الأردنيين إن شاء الله باقية، وجند الأردن باقي. ونشكر في نهاية هذا اللقاء سيادة المطران خريستوفروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في الأردن. شكرا سيادة المطران. شكرا لكم. وكل عام وأنت والمسيحيون في الأردن والمسيحية العربية. المسيحية العربية هي ملح هذه الأرض، وهي جذر غائر في وجدان الأرض الأردنية والمشرق العربي. هم الذين أعطوا والذين بذلوا والذين قدموا والذين ساهموا في نهضة هذا الوطن، فسلام الله عليهم أينما كانوا وكل عام وهم بخير. شكرا لك سيادة المطران. شكرا لكم دكتور، كل سنة وأنتم بخير.